الغزالة ديالي it's my birthday، عيد ميلاد سعيد. بزاف ديال الصديقات اللي عندهم عيد ميلاد معايا كنقول لهم سنة سعيدة ان شاء الله بالصحة والسلامة، وغتشوفوا معايا هاد الاحتفال كان تري سبيسيال اليوم. وكاع البنات اللي عندهم عيد ميلاد في هذا الشهر كنتمنى لهم بزاف ديال الحب وديال السعادة وديال السلام الداخلي، ويكونوا مدورين بالناس اللي كيحبوهم. الغزالات صباح الخير، صباح النور، هنا تاني يلا درت لكم ستوري في انستغرام في صديقة الغزالات حيدي هذا هضر مع صحاب عرفتوا الصباح تبحوا عليا بليتك البنات تبارك الله شحال بالحب الله يحفظكم، عاقلين على العيد ميلاد ديالي من عامات اخرين والنهار والطاغ ولي ستوري والميساجات الله يحفظكم كنحمق عليكم وكاع الناس اللي عندهم عيد ميلاد في هذا الشهر كنتمنى لهم عيد ميلاد سعيد ان شاء الله. الله يجعل ايامكم تمت كل اعياد، واهم شيء تكون عندكم الصحه وصحه وليداتكم وسلام داخلي ان شاء الله. المهم جيت اخوتي كيف ما شفتوا في انستغرام كانت عندي طوموبيل سلعه، جيت اخوتي نحط السلعه ديالي سيده خدامه عملي الصنطه كتضعينا ياك عرفتي دابا حيت لا هند عامله لي الحيحه في الحومه ب 37 عام، قلت لها انا عارفه اني عندي 27 قبل مزاتني 10 سنين فضحاني ماشي تهايدك انا كيعرفوني في الحومه جيت ليا وين هي ايوا قال لك اسيدي عامله هي 37 قلت لك بالله قالت لي والله لا خدمتي اليوم زيد حطيت سلعه وشديها في الحانوت حيدي هاد الشيء قالت ساره قالت لي حيدي هاد السبعه حيدي هاد السلعه حطيها ويلا والله ما تخدمي اليوم غادي نخرجوا كاملين طا 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 ايوا صافي هادشي اللي كاين خبرك تعمل مع فيا مورا الخدمه غنمشيو ناخذوا كلاص الله دابا مورا الخدمه ياك زعما مش مساعد تاعي الخدمه فاش نخرج مع فيا صافي وانا عارف شنو هو البروغرام ديالي باش نمشيو نخدموا الخدمه سمعوا تخرجوا تبغى تخرج عندنا كاملين نشتاق نشوفها في النهار حرة الريام على نار خيالها كلي يغدار حوس عليها في كل دار قالوا لي غزالة ماشي على شطوط البحار وانا صيادها في صحاري عليها نسوان قالوا لي وارضها مغروسة وسط الجمار وانا في بابل قطاف الزهر Elle a dit garde tes trésors Moi je vaux mieux que tout ça Ah des barreaux sont des barreaux Mais mon or Je veux les mêmes droits que toi Chaque jour, moi je ne veux que de l'amour. Nebrik, Aïcha, ou Nemout Alik. Hedi, Ksit, Hayati, ou Hubbi. Enti, Aumri, ou Enti, Hayati. تمنيت ان اعيش معك غير انت يا عايشه عايشه اكوت و حليت العيون عايشه عايشه وانا بيه لينا دو كانت ديرش هاد الكاطو هين كيبان كيحمق فيه المونك يا اختي ياك الحلوه كانت رائعه سي اون بافاروا بالكولي ديال مونغ او فروي دو لا باسيون او بيان سور لو غلاساج ولا نوا دو كوكو كانت رائعه وفخش وطريه بيان سور تقلبات ليا وعدي بانينا مشينا لاكسيون خدينا داكشي غير هكداك فيت في ولكن فريمون هنايا شفت مدينا وبقينا نتخايلوا ونتمناو كان كلشي امبريفيو شعري فيه الزيت كاع ما عارفين ما ضربين لا حساب لا والو ولكن من اروع عيد ميلادات اللي دوزت صراحه في الليل عملوا لي حفيله في الدار وكانت هي حفيله زوينه وبسيطه واكتفيت بهديه معاهم وانتم بارطاجيت معكم هذه اللي سبيسيال ودابا غنتوكلوا على الله عند كنزي قفطان انتم الغزاله ديالي كنزي قفطان شفتوا ها هي باينه مع الكوفي تشوفوا هنا كاين داكنات اللي مشيتوا بحال هكذا كتمشيو لا غار دو لويست ولا مشيتوا هكذا او سيغيم وها هي فينا هي شوسيت غون في الراس ديال شوسيت غون خلينا ايتونوار لتحت وزيدوا ما عندكم في التليفون
كاين نزيق فطن ومن لا يعرفها. شوفوا التحف ان شاء الله معلوم. بنات جوج عندك نزيق فطن وجبرت عدلت هنايا فنين عدلت تقاشط عملت داكشي بالتيم دو كولور. شوفوا كي حمقوا محطوطين داكشي اللي زعما عاطل العين هادو تقاشط الغاليين. سينو عندها داكشي حنيف كنزي الاثمنه عندك كنزي. او شوفوا هاد الجمال اختي هذا كاع ما شفتو هاد الغوز كي حمق زيون. اجي الاثمنه حيت كاين الناس اللي كيدخلوا على الاثمنه كاين الحاجه اللي غاليه ولكن كاين ترخه اوسي حيت شو هو واضحه بنت زيد الماء زيد الدقيق. شوفوا هذه هذيك كتحمق بنت هذه كانت عندي وحده تباعت جبتي الثانيه برافو عليك كتحمق هذه كتسطي بنت. الاثمنه زيدوا الماء زيدوا الدقيق بغيتوا الحاجه غاليه كاينه بغيتوا الحاجه تشوفوا هي عندها كل شيء وتينا شنو باغا وتينا شنو جيبك وتينا شنو كتشوفي راسك تستاهلي. بالنسبه للقفطان والتكشيط خصهم يكونوا شويه فالور لان غتباني بهم وغيبقاو لك ديما. شوفوا هذا كيحمق بحال هذا ما كانش هذيك النهار هيك كنزي كنتي تصورتي غير خمسه د الحاجات سته ديال الحاجات اختي بغيتيني اختي نلبس لك هادو كاملين هما كيبغيو غير هذاك الشيء اللي كتلبسي. الله يا كنزي وعايشي ويقيسو ويلي ويلي ويلي. شوفوا هذا شوفوا هذا بنات شوفوا هذا على فروعي هذا اخترتي واحد التناسق ديال الحجيرات ماشي ماشي طبيعي. كنشوفوا جوجي مع السلسله اللي لابسه كطلع على اللبس. المهم كتحمق الدنيا. شوفوا هذا شنو هذا الشيء كيجي تحت منه هذه اكس اكس ال وشنو هذا؟ هذاك غير الدونتيل عيتينا خشيها. شوفوا معايا بنات هذه جلابه للسيد بنات اللي كيقولوا ما كاينش طايه كبيره ها انتم هذه 46 تلبس 46. شوفوا اجي هادشي اللي تحت منها كيجي معاها شوفوا على فروعي. شوفوا شوفوا هادو البنات شوفوا هنايا عندها فروعي كنزي. فين هما هاد اللبسات الجوج؟ حيت عندنا واحد الحضور تقريبا انا وياها وجينا نشوفوا شنو كاين. شوفوا هادو كيحمقوا فيهم كا هنايا فنين. وريني اللبسات لا كنزي هذوك اللي صورت هادو فرعي هادو فروعي هادو فروعي فروعي هادي فروعي كتحمق. سمعتوا البنات قالت لكم قتلاتني بالضحك قلت لها هادي بحال اللي قيست وشحال فيها قالت لي هادي 30 في الصدر زعما طايه كبيره قلت له انا شحال فيها قالت لكم 28. هادشي الخياطه الناس اللي خياطين غيفهموا انا راه ما كنفهم شي فهادشي. شفتوا هادي كتحمقني مع المردبه موضه كتسطو. شفتوا شفتوا الضمه ديالها بمبره كيفنه مبره. وشوفوا معايا هاد الغوص حتى هي كتحمق هادي الحلل كتسطي واو غزاله 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 فروعي جادوخ فن الله يعطيك الصحه كنزي وخلاص وانت غزاله. قلت لها اشي ستوري معايا قالت لي كون لابسه مزيان والله العظيم لا حنيفه بوكوصه قسما بالله ماشي حيت هي كتسمعني غزاله وفنه وانت كاع ما محتاجه كلشي بوكوص. ها انتم البنات شنو لابسه اليوم غير صدفه حيت ما سحبليش غنخرج معاهم ولكن جات لبسه جديده حيت قلت اليوم عيد ميلادي لبس كسيوه جديده شفتوا شحال غزيوال تعطلت على هند وهي تجي مورايا عندك نزيق فطن. شوفي شوفي ديك اللبسات الجداد شحال كيحمقوا. شوفي هذيك النمر شوفي النمر شوفي النمر هند كتحمق هذه عاد جابتها الاخرى باعتها اللي عملت بها ديك النهار شتي شحال فنه. شوفوا هذيك اللي كتحادي هند كتحمق هذيك وتجي مع لي طاي كاملين وفات هادو اللي كيكونوا هيدا هوادين. لا غنمشيو حبي غنمشيو هما جاو اختطفوني اليوم اختطفتني ومن بعد نقاشات حادين انا وصاحبتي يلا نهبطوا لبيلباو يلا نهودوا للشانزيليزي يلا نطلعوا لغورموند يلا نتوما عارفين اللي كيسخن عليكم الراس كتقولوا ما طلعش ما طلعش الحانوت مسدود السلعه مسيبه فين لهين قالت لي زيدي نخلص لك نهارك بلا كارت فيزا مسكينه صاحبتي الله يخليها ليا ويطول عمرها. اكيد احسن هديه هي انها كاينه في حياتي وكاع الناس اللي كنحبهم. هنا مشينا ناكلوا عند ماكله عربيه عند السوريين واحتفلنا بحال هكذا. ايه يا الغزاله ديالي عام جديد وسنه جديده والحمد لله انك تبغينا نعيشوا عام واحد اخر في الحياه. الله يخلينا لاحبابنا ووليداتنا واهم شيء اننا نحبوا راسنا. النصيحة اللي نعطيكم البنات تهلاو في راسكم وبغيو راسكم راه والله العظيم ما عندكم غير راسكم. راه شوفوا ولادكم ما دايمينش والديكم حتى حاجة ما دايمة كل واحد عطيوه حقه ولكن أهم واحد وأهم شيء وأحسن حاجة وأغلى حاجة وأكثر ما كتحبوا في الحياة وأغلى ما عندكم هو راسكم. فغيمون خاصكم توصلون هذه القناعة. أنا عام على عام كنضج أكثر وعام على عام كنفهم أكثر والحمد لله اللي عطانا كل شيء لان حتى هذا العقل الله اللي عطاه لنا سبحانه وتعالى. فعام على عام كنفهم وكنتاكد ان خصك تبغي راسك وخصك كل شيء لراسك ما تكونيش اناني اكيد واتقي الله في كل شيء الامور ديالك ولكن
راسك. شي واحد كتسألو مثلا كتقولو شنو هي أهم حاجة عندك في الحياة، كيقول لك فلانة ولا فرتلنا ولا، واخا ولدك واخا يمك واخا بيان سور بلاصتهم على الراس والعيد، ولكن راسك نفسك أهم شي. تقول نفسي كنبغي راسي، كنحب راسي، وملي كنبغي راسي ونحب راسي كنعبر لراسي بالحب ديالي ليه، كنهتم بنفسي، كنشري لراسي، كنبرع راسي، كنعطي لراسي، يعني هذه هي كنبغي راسي. ماشي غير أنا كنبغي راسي، أنا كنحب راسي. وباش كتحبي راسك وكتبغي راسك؟ بالإهمال، بالقلق، كتدوزي كل شيء فوق راسك، يعني كتعطي الأولوية والوقت لكل شيء والقيمة لكل شيء وأغلى ما عندك وأحسن ما عندك لكل شيء اللي دارين بك، وكتنسى راسك بيان سور. كنسعدوا الناس اللي كنبغيوهم، وأي حاجة ماشي خسارة فيهم، وما كتحللناش الحاجة حتى كنكونوا مع أحبابنا، ولكن أول عنصر في الحياة وأكثر أولوية عندي هي نفسي، ثم نفسي، ثم نفسي، ثم راسي. أنا هذا هو الاستنتاج اللي فغيمون استنتجته هذا العام، واللي من بعد غنعمل عليكم، نعمل معاكم عليه فيديو مفصل، ولكن كومين في هذا الفيديو بغيت نوصل لكم هذه الرسالة ونقول لكم كذلك عيد ميلاد سعيد الصديقات اللي عندهم عيد ميلاد في هذا الشهر هذا معايا. هنا رجع لداري الغزالات ديالي، وكذلك كانت حفيلة مع العائلة ديالي. ميرسي، شريت فلوس على اللوشه ديالي. ميرسي مونتي شي، هادشي ما شتي ان كادو. الغزاله ديالي وصلت للساعه ديالي ديال غنحيدو اختي الماكياج، نعملو لي روتين، نعملو داكشي كامل. دخلت لداري البنات، الصراحه اليوم كان نهار زوين. عرفتو شنو البنات؟ قسما بالله الا النعمه يكونوا عندك الناس اللي مدورين بك، كنأكد عليها، القراب اللي كمدورين ليك انهم كيحبوك وكيقدروك وكتشوفوهم كيعملوا مجهود على مسبتك. شي حاجه زوينه بزاف، حيت خوتك ماشي انت اللي كتختارهم، والديك ماشي انت اللي كتختارهم، وليداتك ماشي انت اللي كتختارهم، ولكن الاصحاب ديالك انت اللي كتختارهم، الموحد ديالك انت اللي كتختارهم، الناس اللي دايرين بك انت اللي كتختارهم. صراحه انا استمتعت بزاف اليوم، وكنت مع حبايبي ودوزت نهار زوين، وتعذبوا عليا وبزاف ديال الحوايج زوين. كانت نهار مميز، كان احتفال بسيط، ولكن انا بالنسبه ليا كيسوى الدنيا. الى عقلتوا في عيد ميلاد 34 عام كنا هبطنا لي شونزيليزي انا وصاحبتي، خسرنا شي 2 ولا 3000 اورو غير في واحد النهار ولا في ويكند، ومشينا في التي جي بي ب 400 اورو، وشرينا من سيفورا عرام ديال الروايح، ولكن ماشي شي سعاده مصيف. كان مزيان، حسيت بها مزيانه، الفلوس كيخلقوا السعاده، الكذب على الله حرام، ولكن السعاده كتنقص الا ما كنتيش كتحس بهذوك الناس وهذاك المجهود اللي كيعملوا وهذاك الحب الناس اللي دايرين بك. فسبحان الله بعض المرات شي حوايج ماشي كثار بزاف وكيخلقوا لنا سعاده كبيره. اليوم كان نهار مميز بزاف، عرفتوا واحد البساطه، وماشي ماشي متصنع، سبونطاني، كل شيء على راحته. عرفت عمرني ما شفت صاحبتي هند في ليطا ديال اليوم، قسما بالله، عرفت العول صغار صافي، يعني نتوما ما سمحوا لي القضيه عندي مظلمه. قلت لكم اكيد الحمد لله كتب لينا عام جديد، غادي يكونوا اهداف جدادين، وغادي يكون تطورات جدادين بالنسبه للشخصيه ديالنا ولا النفسيه ديالنا ولا الصحه ديالنا ولا الموحد ديالنا ولا التجاره ديالنا ولا يعني البيزنس ديالنا، ولا ان شاء الله يكون دائما من حسن لاحسن. وكل ما زدنا في السن كل ما كناخذوا تجارب اكثر، لاننا ناخذوا قرارات صحيحه، واكيد نختاروا شكون الناس اللي يكونوا دايرين بينا. وكيف ما كنقول لكم ديما، الدنيا فيها المزيان والعيان، وهكذا كان الاول ديال الحياه وغيبقى حتى الاخر الحياه. انا وسيرين، لان السلعه كامله حطيتها يدك، جبت الفار وعيال البنات، كل مره من حسن لاحسن الحمد لله. من جد وجد ومن زرع حصد، بيان سور كنضربوا التمره ماشي هيداك وصافي. البارح تقلت مع الطلار، نعملت معكم ستوريات في الانستغرام، داكشي علاش اليوم صبحت فاتيكي وحالتي وشعر وحالتي خوجي حالتي ما نعساش، وما كنتش عارفه اولا غادي يجي رئيسه صاحبتي يكون لبست احسن من هيداك، ولكن ما عنديش ماشي مشكل. المهم هو انني اختي لبست اليوم الجديد، لبست الاكسسوار جديدين ولبست كذلك سيوه جديده. كنبغي نهار لانيفيرسير ديالي نلبس شي حاجه جديده. غدا غنوريكم ان شاء الله الجديد ديال السلعه. ودابا اختي قبل ما نشد معاكم، جبت فرع لي ترانش ديال الكوير، راهم من جديد عندي البنات، جبت فيهم النوار وجبت فيهم البيج، ترانش ديال الجلد عرفتهم، هادو اللي كنلبس دابا مؤخرا، اللي بعت فيهم الزيت تبارك الله مزيان العام اللي فات. دابا خوتي غادي نعمل الزيت، هذا البنات كان غير بتيغ دو ستوك عند كوين بيوتي، راهم الجديد. وهاد لا كريم البنات باقي ما تاحت ليش الفرصه انني نهضر لكم عليها، قسما بالله هادي قنبله، غادي تغنيك على كاع لي سيروم وداك الروينات كاملين اللي كتعملي. شوفوا شحال استعملت فيها، الروعه. دابا تقريبا شهر وانا كنستعمل فيها، وراها ديسبونيبل او ماكازان، غتلقاوها عند كوين بيوتي. هادي
صراحه الي تري كومبليت. هي شويه الثمن ديالها ماشي غالي زعما ماشي الثمن برخيص يسحب لكم حيت سي دي برودوي دو كاليتي، ولكن الا جيتي تفكر هادي راه تضرب لك شهرين وغتغنيك على السيرومات وغتعنيك على 100,000 برودوي. هادي صباح وليل كافيه، يعني الا جيتي تحسبي السيرومات اللي كتشريو الكريمات اللي كتشريو ديال تحت العين اللي كتشريو هذا وهذا غتلقى راسك تحطي ميزانيه. هادي الثمن ديالها 59 اورو وفيها كل شيء الي كومبليت. والا ما حسيتيش بالبشره ديالك مخيره ديجا من اول استعمال اجي كتبيها لي اختي في الكومنتير. صافي دابا الزوينه ديالي اختي نعمل الزيت لشعري. الوغ كيف ما قلت لكم الماجيك اويل هو اللي كنعمل انا في لاغاسين كامله وفي لي لونغور ديالي كنعمل لا كيراتين فوالا. وغنشرب لا كولازين ديالي قبل ما ننعس. وعند كوين بيوتي في بولفار انسباك في لاغالري انسباك في بولفار انسباك حدا غونوف غتلقاو كاع هاد المنتوجات زوينين. هذا على ضمانتي، هذا على ضمانتي، لا كريم الروعه، لو بوستر هير ماجيك. انا كنجيب بزاف د البرودويات وكنهضر لكم بزاف اللي كنعاود نهضر عليهم. هما الطوب اللي كنستعمل هذا كاين بحال هذا وكاين ديال النيله الزرقاء داتو الياسيرين. عامل بحال هذا ديال النيله الزرقاء حتى هو الروعه، بالعكس يصلح للناس اللي عندهم الطاش. هذا غوماج ماشي بحال هذا، وهذا يصلح ليبو كاملين رائع باش ديماكيو به. انا الاخر خداتو الياسيرين، دونك هادو كلهم غتلقاوهم في لا ميم بوتيك. وحتى لا كولاجين تلقاوها في لا ميم بوتيك. الوغ لا كولاجين الغزالات ابتداء من شهرين كتشوف النتيجه، ابتداء من السيمانه الاولى كتشوف شويه النضاره، وابتداء من 6 شهور كتشوفي البشره ديالك ما تبقايش تستغني عليها. انا ما بقاش باغا نستغني عليها، نعملها ونجلس شهر، نعملها 6 شهور ونوقف شهر وعاود نعاود 6 شهور. شوفوا معايا اللي كيحمقني ديما كيب هذا حيت فريمون خطير، وعاد ما كيخليش البنات من بعد كتغسل وجهك ديريكت من وراه ما كيخليش لابو ديالكم مشكه. اليوم وجهي كنحرق بصراحه، ما كنتش بحال ديما حيت البارح تعبت بزاف في السفر، مشيت جبت سلعه وسلعه كتعب بزاف باش تدوري 400 فورنيسور وهذا وتختاري لي برودوي وانت كوميرسون صغيره بزاف ديال المجهود. داكشي علاش اليوم صبحت فاتيكي وعاد ما نعساش. طنغو شوف 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 روعه 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 كنحمق عليه. اهلا نكمل هادشي ديالي عاد نشد معكم الفيديو شنو بقى ليا في الماسك ديال الكيراتين. هذا الروعه هو اللي كنعمل في لي لونغور، دونك لا راسين كنعمل فيها الزيت ولي لونغور كنعمل فيهم الماسك ديال الكيراتين باش يتغداو حيت راهو متكدكين بلا قياس باش ما نضطرش انني يلا قطعته في الصيف. دابا غير حد هنا شعري ما نضطرش انني نزيد نقطع منه، هكذا كنعالجو صافي. تا الزيت راني ماصيتو عرفتو شنو دابا غندير، غنغسل غير يدي ونشرب الماء ولا كولاجين ديالي وغادي نمشي نعس تنغدى عاد نجمع الدريسينغ عندي مروج. الغزالات شكرا لكم على الميساجات ديالكم كاملين اللي جاوبت جاوبتها واللي ما جاوبتهاش تسمح لي كنعتذر من هنا وكنشكرها من هاد لا ستوري هادي. شكرا على الكلام الزوين، راني كاوفيا السمر ديال البارح حيت سافرت جبت سلعه وفيا السمر ديال اليوم حيت اليوم دوزت نهار مزيان. الله يديم النعم ويحفظها من الزوال. كنبوسكم، باي باي. هذا مقطع صغير من المقاطع اللي دوزنا في الانستغرام. هند صاحبتي جات في 10 الصباح جيت للمحل لقيتها وانا محايحه معكم في الانستغرام، لقيتها هنا واقفه في باب المحل. كنقول لها شكرا على المجهود ديالك كاملين وشكرا لانك في الحياه ديالي وشكرا لانك تحملي لي كابريز ديالي حيت صراحه كتعاوني في الحياه بزاف وكتصبر معايا وكنصبر معاها. هي يتيمه وما عندها حد هنايا وانا واخا عندي والديه كنحسبها هي اختي وعائلتي وحبابي. شكرا.